كشف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة بأن الجزائر ستشارك في الندوة التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية حول ليبيا يوم الجمعة، وأكد أن الظروف ليست مواتية لمشاركة رئيس الجمهورية شخصيا رغم التزامه بالدفع بالقضية الليبية نحو الحل الأمثل، مصرحا بأن الجزائر ستكون حاضرة وستؤدي دورها غير منقوص مع الوفد الليبي. هناك رغبة أشقائنا الليبيين في أن تشارك الجزائر مشاركة فعالة في ندوة باريس المتعلقة بليبيا، ونحن على أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي المقرر في ليبيا الشقيقة. فأنتم اطلعتم على التصريح الذي أطلق من قصر الإليزي أمس. بكل تأكيد هذا التصريح خلافا لما تسبب في الخلافات وما تسبب في الأزمة، هذا التصريح يحمل أفكار معقولة على اعتبار أنها أفكار تحترم الجزائر تاريخا ماضيا وحاضرا، وتحترم السيادة الجزائرية، ووصف دور الجزائر في المنطقة أنه دور أساسي ودور مهم، وأن الجزائر فاعل يقدر له دوره الإيجابي في المنطقة. فبناء على هذا كله تقرر أن تشارك الجزائر في هذه الندوة يوم الجمعة إن شاء الله.